أريد أن أذهب بكم إلى أي تقرير. كشفت الشرطة الإسرائيلية اليوم أن منفذ عملية بئر السبع هو مهند العقبي ابن 21 عاما من قرية حورة البدوية في النقب. هذا واعتقلت الشرطة شقيقه بتهمة تقديم المساعدة. كما وقتل في المكان مهاجر إريتري إثر تعرضه لإطلاق النار من جانب أفراد قوات الأمن ظنا منهم أنه ضالع في العملية، وتم تعرضه للفتك بأيدي جمهور غاضب. مرعي زار قرية حورة وعائلة منفذ العملية وعاد لنا بالتقرير التالي. مر يوم على عملية بئر السبع ليتضح أن منفذ العملية هو عربي من الداخل الإسرائيلي يدعى مهند العقبي البالغ من العمر 21 عاما من ضواحي قرية حورة في منطقة النقب جنوبية إسرائيل. لا يسعني إلا أن أستنكر كل عمل عنف من أي طرف أو إرهاب من أي طرف. لذلك نحن في وهلة أو في مصيبة حلت بأبناء العشيرة. هوية منفذ العملية أربكت ذويه الذين صارعوا لعقد مؤتمر صحفي استنكروا من خلاله العملية الدامية التي قام بها ابنهم. نحن أولا وآخرا مواطنو دولة إسرائيل. نعم نحن فلسطينيون، ولكن بين هويتنا وانتماؤنا واجب علينا أن نكون جسرا للسلام، وألا نكون إرهابيين، وألا نمس بالأبرياء. هذا وقد أربكت العملية قوات الأمن التي قتلت بالخطأ مهاجرا من أريتريا اشتبهت أنه شريك لمهند في تنفيذ العملية. نحن لا نعلم لماذا قام هذا الشاب بهذا العمل. نحن في وهلة، في صدمة عنيفة بما حصل. لا ندري لماذا قام بهذا العمل إذا قام. اكتشاف هوية منفذ العملية فاجأ قوات الأمن الإسرائيلية التي تأهبت لصد مشتبهين من الضفة والقطاع تسللوا إلى إسرائيل للقيام بعمليات إرهابية داخلها. والد فقيد يقول أن هنالك كما الجميع يقول أن هنالك إعلام متضارب وأخبار متضاربة بهذا الخصوص. نطالب إذا في إمكانية من الشرطة أن تشكل لجنة تحقيق وتتحرى الأمر بدقة. فها هي الآن أمام تحد جديد، وهو الإمكانية القائمة بخروج منفذي العمليات من عقر دارها. أي إنسان يقبل حياة زي هذه؟ أي إنسان وين؟ يعني أنت تقدر تصور مثلا يعني كيف العناء والمعاناة اللي بمر فيها كل إنسان في هذه القرية. في هذه القرية إحنا من 51 رحلونا أيام الحكم العسكري، وما زلنا في هذه المنطقة دون أبسط حقوق، أبسط مكونات للعيش الكريم. عملية بئر السبع تثير جدلا واسعا في إسرائيل حول مدى انخراط مواطنيها العرب في المجتمع الإسرائيلي ومؤسساته، وتدور التساؤلات حول مدى التواصل بين المواطنين العرب في الداخل وبين الفلسطينيين في الضفة والقطاع. مرعي I24 News جنوب إسرائيل.